قرر مجلس إدارة النادي بالإجماع برضه وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم خوض المباراة النهائية، ورفض الجميع فكرة الانسحاب لأنه يكلف الأهلي الكثير، ليس خسارة بطولة واحدة بل ثلاث بطولات إذا ما كانش أكتر. الانسحاب يترتب عليه إيقاف عامين، هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية. وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي، ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله. أرسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراة، حقوق بقى مشروعة، حقوق عادلة، منها نصف سعة الاستاد، وأن النادي سيقوم بدفع قيمة هذه التذاكر فورا. ولم نتلقى أي رد من الكاف. تلقيت أنا شخصيا، تلقيت اتصال ودي من أحد الأشخاص ودي لعقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم، وأبلغت إنني وبكررها تاني أحترم السيد متسبي وأقدره، لكن على الكاف، مش أشخاص بقى، ولكن على الكاف أن يرد رسميا على طلبات النادي الأهلي، لأن الموقف موقف نادي ومجلس إدارة وليس موقف شخص محمود الخطيب، والقرار دايما يكون لمجلس الإدارة وليس لشخص حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي. ده اللي احنا تعلمناه نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة، وعدم تلقينا اي ردود من الكاف. ارسلنا خطاب اخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي بقى، لكن بنتكلم رسمي الاهلي والكاف او الكاف والاهلي، بس احنا اللي بنبعد دلوقتي. وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول الى حلول بخصوص طلبات الاهلي العادله التي تم ارسالها للكاف ولم نتلق اي رد. يوم 26/5 وقبل المباراه باربع ايام فقط تلقينا خطاب من الكاف، جاء فيه انه تم تخصيص 10,000 تذكره للاهلي ومثلها لنادي الوداد، وعشرين ألف للعامة، و5,000 تذكرة للرعاة. حتى تكون الأمور يا جماعة واضحة، لم نكن نتصور أبدا إن الأمور قد تصل إلى هذا الحد. النادي الأهلي لم يتسلم من 10,000 تذكرة سوى 2,500 تذكرة وعلى دفعتين، أما 20,000 المخصصين للعامة، هنا عايز أعرف كلمة العامة في لجماهير كرة القدم، ومفهوم العامة من الجماهير هم المحبين لكرة القدم وغير منتميين لطرفي المباراة النهائية. تم طرح تذاكرهم أونلاين، وللأسف تم حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن أي شخص يريد الحجز من خارج المغرب. وبالطبع وطبيعي جدا أن تذهب 20,000 تذكرة وما تبقى واللي ما استلموش الأهلي من 10,000 كمان أن يذهب كلها لجماهير المنافس.